معناها بالنسبة للأخرى نتاعنا اليوم نحن احتجاج علاش معناها عامين ونحن الرأس في الوزارة والإدارة العامة للنقل البري مشكورة السلطة الجهوية وقفت معنا لكن بالنسبة على مستوى وطني معناها ما وقفوش معنا حتى في شيء اللي هي مشكلتنا متمثلة معناها في اختصار المسافة اللي معناها القطاعات بكلها شملتها إلا معناها تاكسي جماعي الوحيد وعندنا حالة ثانية هي ثلاثة خطوط واحد عطوا خط عنده كهرباء معناها 60 مليون معناها شنو اللي باش يعمل السيد هذا كتعطيه خط وتحطه معناها يقول لك من المرناق لتونس في السيركيلاسيون اللي هو كيفاش يدخل انت معناها تاكسي جماعي للطرور شنو الاشكاليه حسب التقريب اللي باش تحطها معناها كهرباء وسط كراهب معناها راسلنا الاجابات ما ثماش من بعد عامين يجاوب السيد الوالي مشكور اللي موجود حاليا يقول له لا راه بالنسبه للقطاع هذا ما مهموش معناها اختصار المسافه اللي هو قانونيا عام في 2012 معناها ثم فصول وموجوده نجمي معناها ثم تنقيح فصول هاي شوف تصورها هذه معناها تهم القطاعات الكل وتستثني اللواج في الاخر معناها تقول لك اذا كان اللواج على مستوى معناها الحدود معناها تدخل الجزائر وتدخل ليبيا منين يساعدها هي معناها تدخل ما تجبرهاش باش ترجع من الخط نتاعها نمشي بيه لوزاره النقل ما قابلنيش حتى شخص نمشي بيه لدار العمل النقل البري السيد اللي قراه يقول لي عندك حق من بعد قال انا اعطيتك اجابه الاجابه ما وصلتنيش انا الاجابه شكون مشات السيد الوالي السيد الوالي يجاوبني على طريق الاتحاد يقول لي بالنسبة لوزارة النقل تقول لك ما يهمكش معناها بالنسبة للفصل هذا ما يهمكش راهو يستثني اللواج اللي هو اللواج مستثنيها اقرا معناها الفصل 27 فقرة ثانية جديدة يستثني ويقول لك ويمكن ويمكن سيارات الأجرة اللواج كذا أما لكن بالنسبة معناها الفصل 5 عارف وصلت نقطة الفصل الأول معناها الأحكام هذه 5 و8 و11 و16 والفقرة الثانية من الفصل 27 هذه بكلها معناها تم القطاعات الكل تستثنى اللواج تجي انت تقول لي لا ما عندكش حق كيفاش باش نخدم انا؟ عندي 8 من الناس باش لتونس مرناق تونس منين نجيب لهم؟ الاول اذا كان باش نتبع معناها السيركوي بن عروس الاول يبدا في المنصف بي والاخرين يبدا في مرناق كي ندخل انا للطرود فماش اشكاليه اذا كان عندي اشكاليه ولا عندي تعطيل معناها خدمات والله صح انا نخدم في خدمه معناها جباره اللي باش معناها نوصل الانسان لخدمته تقرب الكيران تاكسي جماعي معناها في الثورة الماضي ساعتين نتاع الليل انا نخرج من المواطنين نروح بيه وين الكيران؟ وين وزارة النقل؟ وزارة النقل تنبع على المتروات وعلى الكيران نتاعها يلزمها اللي باش تدخل معناها ما تخدمش بعد 10 ما تخدمش اليوم معناها الثورة معناها شنو اللي استنتجت منها انا الثورة بالنسبة للثورة؟ ربحنا ولا شيء شيء ما ربحت منها انا الثورة ربحت من المحاضر يوميا نخرج معناها باش نعمل 15 كيلومتر ولا 20 كيلومتر تجي تقول لي انت لا ما عندكش حق فيها ايه وش عمل لك وش